بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حضور الكريم، اسمح لي يا فندم استعرض امام حضراتكم استراتيجية مصر الرقمية بمختلف اهدافها ومحاورها. الاستراتيجية يا فندم لها ثلاثة اهداف رئيسية. اولها تقديم خدمات حكومية سهلة وميسرة للمواطن المصري. المحور الثاني والهدف الثاني هو مساندة شبابنا للمنافسة بفعالية واقتدار في سوق العمل المحلي والعالمي، والهدف الثالث هو تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار. ثلاث أهداف محورها المواطن المصري. من هذه الأهداف الثلاثة انبثقت محاور للعمل، أولها التحول الرقمي، ثانيها بناء القدرات الرقمية، وثالثها دعم الابتكار الرقمي. بالتحول الرقمي المقصود هو ميكنة كافة أعمال الدولة وإجراءاتها للتمكن من تقديمها بهذا الشكل السهل والميسر والمحوكم في ذات الوقت لمواطنينا. في عام 2020 الحمد لله اكتمل بناء البنية المعلوماتية المصرية، كل قواعد بيانات الحكومة المصرية، أكثر من 100 قاعدة بيانات ربطت بالكامل وجرى تكاملها. في عام 2022 تحديدا في 6 يوليو تفضلت سيادتك يا فندم بإطلاق منصة مصر الرقمية، كان آنذاك عليها 130 خدمة حكومية مختلفة، النهاردة المنصة عليها 170 خدمة، يسجل عليها أكثر من 8 مليون مواطن تقدموا ب 45 مليون طلب لخدمات نقدمها بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات. المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات الرقمية وإعداد كوادر مدربة على كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليستطيعوا الحصول على وظيفة في ظل الاقتصاد المعرفي. بدأنا يا فندم بتصميم وإطلاق مجموعة واسعة ومتنوعة من مبادرات التدريب تستهدف كافة أطياف المجتمع المصري، من مبادرات تستهدف النشء بدءا من سنة رابعة ابتدائي، مبادرات براعم مصر الرقمية للمرحلة الابتدائية، أجبال مصر الرقمية للمرحلتين الإعدادية والثانوية. بدأنا بإنشاء مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، الحمد لله أصبح لدينا 12 مدرسة حاليا، مدرسة في كل محافظة، ونسعى لاستكمالها بإذن الله في الفترة القادمة ليصبح لدينا 27 مدرسة، مدرسة في كل محافظة. كذلك أسسنا جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أفريقيا. أيضا لطلبة الجامعة والخريجين بمختلف خلفياتهم الأكاديمية والعلمية والعملية لدينا مجموعة واسعة من مبادرات التدريب ما بين منصات مهارة تك، مبادرة رواد مصر الرقمية وبنات مصر الرقمية. خلال الفترة فنّم من عام 2018 إلى العام الحالي 2024 الحمد لله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف، من 4000 متدرب في عام 2018 إلى 400,000 متدرب في العام الحالي 2024. ضعفنا الموازنة في ذات الوقت 34 مرة، من 50 مليون جنيه لمليار و700 مليون جنيه. وأستاذن سيادتك في العودة إلى الفارق بين هذين الرقمين، 100 ضعف للمتدربين، 34 ضعف للموازنة، كيف تحقق؟ لأنه متصل بموضوعنا النهاردة. المحور الثالث الحقيقة في استراتيجية مصر الرقمية كان تحفيز الفكر الابتكاري وتشجيع الأداء الخلاق. كان لدينا في عام 2016 ثلاث حاضنات، بدأنا في مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية وحاضناتها. سيادتك تفضلت بتشرفنا بافتتاح 8 مراكز في عام 2022، الحمد لله بنهاية عام 2023 أصبح لدينا 20 مركز من مراكز إبداع مصر الرقمية، مركز في كل محافظة. نعد هذا العام إن شاء الله لافتتاح من 6 إلى 8 مراكز جديدة ليكتمل حلم بناء مراكز إبداع مصر الرقمية مركز في كل محافظة. خلال الفترة منذ عام 2022 لما افتتحنا 8 مراكز إلى نهاية عام 2023 هذه المراكز احتضنت 400 شركة في مختلف أنحاء الجمهورية ودربت رواد الأعمال أصحاب
هذه الشركات. الحقيقة يا فندم لا يمكن ان احنا كنا نحقق اي تقدم في هذه المحاور الثلاث دون ان نعنى ايضا بالقاعدة التي تبنى عليها قنوات العمل هذه او ما نسميه ممكنات العمل، وهي البنية التحتية الرقمية في مقدمتها. بدأنا في العمل على ثلاث عناصر رئيسية للبنية التحتية الرقمية، كان أولها الإنترنت الثابت. بدأنا منذ عام 2018 في مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار. الحمد لله نجحنا في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى الآن 11 ضعف. مصر منذ عام 2022 الحمد لله تحتل المركز الأول في إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت. كذلك ضاعفنا عدد أبراج المحمول وأتحنا أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار. العنصر الثالث الحقيقة والمساوي في الأهمية لهذين العنصرين كان مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية، وهو موضوع في غاية الأهمية. في الماضي كان كل جهة لديها خطة لميكنة أعمالها وتقديمها بشكل مرقما، عليها أنها تقيم مركز بيانات داخل إحدى مقراتها، تقتني فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لميكنة هذه الأعمال. عليها أن تتكبد كلفة إنشاء هذا المركز والمصاريف تشغيله وصيانته وتنميته. صناعة تكنولوجيا المعلومات الحقيقة تتجه الآن إلى مراكز بيانات عملاقة. مراكز البيانات العملاقة يعني بشكل بسيط هي مراكز تعد على مستوى تقني عالي جدا بمواصفات عالمية بالغة يعني الارتفاع والكفاءة، وجاهزة لاستقبال عدد ضخم من الحواسب وأجهزة تخزين البيانات والتطبيقات. ده الحقيقة بيشجع الشركات العالمية المتخصصة في ما نسميه السحب الحوسبية. السحب الحوسبية أيضا أنا عارف، أنا آسف أنه يعني ربما مصطلح صعب، هحاول أبسطه. يعني السحب الحوسبية هي ببساطة مجموعة من أجهزة الحاسب وأجهزة حفظ وتخزين البيانات وتطبيقات تربط ببعضها وتتاح لعدد ضخم من المؤسسات والمستخدمين في وقت متزامن. السحب الحوسبية والشركات التي تستثمر في هذه السحب الحوسبية لا يمكن أن تبدأ في هذا الاستثمار ما لم يكن لدى الدولة التي يستثمر فيها مراكز بيانات عملاقة قدرة على استضافة هذه السحب الحوسبية. كذلك الحكومة تعتمد على مراكز البيانات وما بها من سحب حوسبية في حفظ بياناتها وتطبيقاتها. الحقيقة من ضمن الأهداف الرئيسية لهذه المنظومة إنه في الماضي في منظومة حفظ كل جهة لمراكز بياناتها كان لديها اختيار من اثنين، إما إنها تبدأ بأجهزة أكثر من حاجاتها تحسبا لتوسع مستقبلي، هذا طبعا يكبدها كلفة استثمارية في البداية، وممكن انه في الوقت الذي تحتاج فيه هذه الموارد الحوسبية يكون ظهر ما هو احدث منها واقل كلفة. البديل الثاني كان انه تبدأ بما تحتاجه فقط، وحين تحتاج الى توسع تضطر الى البدء في عمليات الشراء والاستيراد والتركيب والاختبار، ايضا هذا يعطلها ويعيقها. مع وجود السحب الحوسبية اصبح هناك موارد ضخمة ثرية متعددة، والشركة او الهيئة او الجهة التي تدير هذه السحب الحوسبية لديها مرونة ان تناور بمواردها لتلبية احتياجات كل الجهات في نفس الوقت. النهاردة فنم هنستأذن سيادتك في ان تشرفنا بافتتاح ثلاث مراكز بيانات عملاقة اقامتها الدولة المصرية: مركز البيانات الرئيسي، مركز البيانات التبادلي، ومركز البيانات الاستراتيجي اللي سيادتك مشرفنا فيه حاليا. هذه المراكز الثلاثة متصلة ببعضها البعض بأعلى مستوى ربط، معدة ومقامة بخصائص فنية على أعلى مستوى علمي وفقا للمعايير المعروضة أمام حضراتكم، وزملائي سيسهبوا أكثر في عرض إمكانيات
هذه المراكز الثلاثة الفنية. كذلك اشتغلنا في نفس الوقت على السياج التشريعي المنظم لهذه مراكز البيانات هذه، أصدرنا قانون حماية البيانات، نعمل حاليا مع الجهات ذات الصلة في قانون تصنيف البيانات، أيضا أصدرنا سياسة الحوسبة السحابية أولا التي تلزم الجهات الحكومية ب يعني تفضيل الحوسبة السحابية على النظام التقليدي. طب السؤال المهم، كيف تسهم مراكز البيانات في دعم ومساندة استراتيجية مصر الرقمية بمحاورها الثلاثة اللي حاولت أشرحها؟ التحول الرقمي، كل منصات مصر الرقمية اللي بتقدم الخدمات 170 والبيانات المتعلقة بها مختزنة داخل مراكز البيانات اللي سيادتك هتشرفنا بافتتاحها. كذلك حين كنا نخطط الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، كان الرؤية ان تنتقل الحكومة حكومة لا ورقية، قادرة على ان تتشارك فيما بينها البيانات والمستندات. بدأنا وقتها بإعداد كل التطبيقات التخصصية التي تميكن أعمال مختلف الجهات المنتقلة. لدينا 114 جهة حكومية انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كان لديها 600 تطبيق جرى تحويلها وتطويرها لكي تعمل على بيئة المراكز العملاقة والحوسبة السحابية. كذلك أنشأنا مجموعة من التطبيقات التشاركية زي منظومة المراسلات وإدارة المشروعات والموارد البشرية وغيرها التي تميكن أعمال كل الجهات الحكومية. أيضا في ذات الوقت في فترة الإعداد للانتقال إلى العاصمة أجرينا أكبر مشروع أرشفة في الشرق الأوسط، أكثر من 400 مليون ورقة، هي كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية جرى تسجيلها وأرشفتها وأصبحت متاحة رقميا. من هنا فندم بنقول أن مركز البيانات بهذا الشكل ليس فقط هو عقل الحكومة المصرية، بل هو عقل الحكومة المصرية وذاكرتها المؤسسية. أيضا الحقيقة انه هذا يسهم في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية، تطوير الأداء الحكومي، وخفض الكلفة التشغيلية. المحور الثاني في استراتيجية مصر الرقمية كان بناء القدرات، وكما حاولت ان اشرح احنا ضاعفنا عدد المتدربين 100 ضعف، والكلفة للتدريب تضاعفت 34 ضعف. تحقيق هذا الفارق لم يكن ليتأتى لولا ان احنا كنا قادرين على بناء محتوى تدريبي رقمي من محاضرات وافلام تدريبية ومواد تعليمية مختزنة في مراكز البيانات هذه، وكل المتدربين قادرين على استرجاعها في الوقت المناسب لهم. فبده الحقيقة اللجوء الى التدريب عن بعد والتدريب بالاساليب الرقمية هو ما اتاح مضاعفة عدد المتدربين أكثر بكثير، 3 أضعاف مضاعفة الموازنة المخصصة له. أيضا في مجال دعم الإبداع وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشركات الصغيرة والمتوسطة حاليا حين ترغب أو تحتاج إلى موارد حوسبية أو ساعات تخزين أو تطبيقات عليها أنها تلجأ إلى مراكز بيانات وصحف حوسبية خارج مصر. طبعا ده له كلفة ضخمة وبالعملة الصعبة. النهاردة أصبح لدينا إمكانية تقديم هذه الخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من داخل مصر. يعني أختتم أفنم بمجموعة مؤشرات رقمية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. قطاع الحمد لله طوال الخمس سنوات الماضية ينمو بنسبة تجاوز 16%، هو أعلى قطاعات الدولة نمواً. معدل نمو الصادرات الرقمية 26% في العام الماضي عن العام السابق له. معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بلغ 54% في عام واحد. الحمد لله مصر تقدمت 50 مركز في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، دوما مصر بإذن الله في تقدم وازدهار. شكرا يا فندم.